صباح الخير يا جماعة، ازيكم وعاملين ايه؟ لو قلت لك اقدر اخليك تمسك تليفون رائع، شاشة قوية، فيتشرز او اوبشن جميل، بطارية قوية، وفي نفس الوقت سعره رخيص جدا، مش هتصدق مش كده؟ موتوريلا حققت المعادلة دي بالتليفون اللي معانا النهاردة. التليفون اللي معانا النهاردة هو موتوريلا موتو E22 او 22. التليفون ده بيحقق فعلا المعادلة دي، بيقدم فيتشرز او اوبشن جميل، مش هنقول واو او قوي زي الفلاج شيب، ولكن هنقول متوسطة، وفي نفس الوقت السعر بتاعه رخيص جدا. خليكم معانا وتابعوا الحلقه دي لغايه اخرها عشان تعرفوا السعر المفاجاه في اخر الحلقه. يلا مع بعض نتابع ونراجع ونشرح التليفون ده حته حته. يلا مع بعض نراجع التليفون اللي معانا النهارده من شركه موتوريلا، وهو موتوريلا موتو E22. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. شركه موتوريلا بتحقق معادله، ومعادله صعبه جدا، عشان تخليك في الاخر تاخد تليفون براند، وفي نفس الوقت امكانيات، وفي نفس الوقت يستحمل معاك، وفي نفس الوقت يبقى رخيص. مهم جدا يا جماعه حته الرخص دي. ليه؟ لان في ظروف البلد الحاليه اللي انت فيها، بتدور على اي موبايل يبقى امكانياته قويه ويبقى رخيص، مش بس كده كمان، ويبقى كمان براند. دي معادله صعبه جدا، يعني قلما تلاقيها في اي شركات محمول، حتى بما فيهم الصينيه اللي موجوده، واللي طلعت موبايلات زي شاومي وزي اوبو وزي ريلمي وزي ريدمي الى اخره. التليفون اللي معانا النهارده موتوريلا موتو E22 بتعمله شركه موتوريلا فعلا عشان تحقق المعادله دي. التليفون ده سعره رخيص جدا قصاد الامكانيات اللي بيقدمها التليفون، وقصاد الفيتشرز اللي تقدر انت تعتمد عليها كمستهلك، او كطريقه اداره متوسطه للعده او التليفون اللي معاك دوت. احنا بنستعرضه مع بعضينا حته حته كده، هنشوف ايه نقاط القوه بتاعته، ايه نقاط الضعف، يستاهل المبلغ ولا لا، اللي احنا هنعرفه في اخر الحلقه. عشان كده تابع الحلقه دي لغايه اخرها، وشوف الحلقة دي وقول لنا ايه رأي حضراتكم، او ايه رأيك في الحلقة ديت. قبل ما ابدأ الحلقة واستعراض التليفون اللي معانا النهاردة، مش هنسى اوصي حضراتكم زي كل مرة، ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا، لو سمحتم خشوا خدوا فكرة عن المعدات والاكسسوارز، لو حاجة عجبتكم اشتروها دعم للقناة. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده الرخيص الرائع اللي من شركه موتوريلا، وهو موتوريلا موتو E22 او 22. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 16 سبتمبر 2022، ابتدى يطرح للبيع عالميا في 11 اكتوبر 2022. امتى بالظبط هيجي مصر او اشاعات عنه؟ حتى الان لم يصدر اي حاجه، ولو ان الكلام بيقال ان احتمال في شهر 2 اللي جاي او شهر 1. ابعاد التليفون دوت 163.6 في 74.7 في 8 ملم. الوزن المقدر للتليفون دوت فعلا قليل وحلو وخفيف، 169 جرام. التليفون ده من الامام هيبقى فيه جوريلا جلاس من الفئه 3، الفريم البلاستيك، والظهر من البلاستيك الشيك، عليه بروز بسيط جدا، عليه الكاميرتين او مكان الكاميرتين اللي هيتركبوا عليه، مع فلاش دول باينين كده من الصور جنب الكاميرتين. التليفون دوت يقدر او مجهز ان هو ياخد شريحتين اتصال، ومتبطن او عليه من الشكل من البلاستيك الخلفي اللي بيسموه الووتر ريبلنت كوتينج، او اللي بيدي ريفليكشن كده وانعكاسات في الظهر. شاشه التليفون ده من نوع الاي بي اس ال سي دي، 16 مليون لون، التردد بتاعها والفريش ريت 90 هرتز، والمفاجأة ان هو بيدعم ال HDR، والنتس بيوصل عنده ل 550 نتس، ودي حاجة قوية جدا. مساحة الشاشة 6.5 انش بقوة استحواذ 83.5%. ريزولوشن الشاشة دي 720 في 1600 بكسل بقوة 270 بكسل لكل انش. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا الكورنينج جوريلا جلاس 3. التليفون ده بينزل باندرويد 12 والواجهة بتاعة الموتوريلا، او بيبقى اندرويد خام. البروسيسور بتاعه يبقى من نوع الميديا تيك هيليو G37، ده المعتمديه بتاعته 12 نانومتر.
زي ما احنا عارفين التليفون دوت اوكتا كور او ثماني النواة متقسم لنوعين، اربع انوية اقوية بقوة 2.3 جيجا هرتز كورتكس اي 53، واربع انوية موفرين للطاقة بقوة 1.8 جيجا هرتز كورتكس اي 53. الجي بي يو او وحدة الرسوميات من نوع الباور في ار جي اي 8320، ودي حاجة كويسة وقوية في التليفون. التليفون دوت بيتركب له كارت ميموري بيوصل ل 512 جيجا بايت. اما الذاكره الداخليه فهو نوعين من الذاكره، يا اما 32 جيجا بايت او 64 جيجا بايت من نوع الاي ام ام سي 5.1، برضو حاجه كويسه وجميله. الرامات بتنزل نوعين من الرامات، اما 3 جيجا بايت رام مع ال 32 جيجا بايت او 4 جيجا بايت رام مع ال 64 جيجا بايت، وقابلين للزياده، وحط تحت الكلمه دي مليون خط. الرامات دي قابله للزياده من الميموري او الروم العادي او اللي احنا بنقول عليه الذاكره بتاعت التليفون. نيجي بالنسبه لظهر التليفون والكاميرات بتاعته. التليفون من الخلف فيه كاميرتين، طبعا مش اللي هم اقوياء ولكن يلبوا المطلوب. الكاميرا الرئيسيه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2، ودي عريضه بتدعم بالبي دي اف والاو اي اس. اما الكاميرا الثانيه فهي الدبث او العزل، ودي 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4. شكل الكاميرات عباره عن دايرتين فوق بعض على بروز مستطيل على ظهر التليفون، مش بروز كبير قوي، ولكن مدين شياكه واناقه وجمال للتليفون من الظهر. بيدعمهم ال اي دي فلاش، بدعم تصوير ال اتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا الاماميه، فهو في الفريم من الاعلى من الامام في المنتصف. الكاميرا عباره عن شكل السبعه ماشي مع الاطار بقوه 5 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4، بتدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، والفيديو بيوصل ل 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه لنقطه برضو قوه في التليفون ده، السماعات. السماعات من الاسفل ومن الاعلى استيريو، وبيدعم وجود فتحه للجاك بتاع السماعات 3.5 ملم. بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن فالواي فاي باحدث حاجه وديول باند، البلوتوث فيرجن قديم شويه 5.0، الجي بي اس موجود ديول باند، والان اف سي موجود بس في اللي هو 32 جيجا بايت 3 جيجا بايت رام. الراديو موجود اف ام راديو مع التسجيل واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه هتبقى جانبيه على زر الباور، وموجوده فيه البصمه الباقيه في التليفون. نيجي بالنسبة للبطارية، فيها ليثيوم 4020 ملي أمبير مع شاحن 18 واط، بيقول عليه فاست شارجنج ولكن أو شاحن سريع، ولكن هو 18 واط يعني معقول معقول، لكن البطارية دي طبعا تكفي يوم مستريح من أول لآخره. نيجي بالنسبة لألوان التليفون ده، فبينزل منه لونين، الأسترو بلاك أو اللون البلاك بتاعه اللي شكله شيك اللميع دوت، والكريستال بلو اللي بيدي الانعكاسات أو ريفليكشن الشيك زي ما أنتوا شايفينه في الصور. اما بالنسبه لسعر التليفون ده فهو مقدر ليه السعر باليورو حسب اخر تحديث 140 يورو، يعني بالمصري وقت تصوير الحلقه دي يا جماعه ثمنه 2800 جنيه. ايوه زي ما حضرتك سمعت، 2800 جنيه من قبل الجمارك والضرايب، سعر قليل جدا قصاد الامكانيات اللي احنا سردناها دلوقتي وقلناها على التليفون ده. اي نعم الكاميرا قليله، الخلفيه، ولكن تلبي المطلوب ب 16 ميجا بكسل. الكاميرا الاماميه برضو قليله، ولكن تلبي المطلوب في التصوير فقط، مش هنقول محتويات فيديو، ولو ان كل اللي جربوه بيقولوا لي بره ان هو جميل في حته التصوير الفيديو، ولكن يبقى ان هو 5 ميجا بكسل مش هيديك القوه اللي انت متخيلها. شاشه رائعه وكبيره وتحفه، بروسيسور رائع بيركب له كروت ميموري، الرامات ممكن توسعها وتكبرها، وزنه خفيف، كل ده يا جماعه انتوا بتاخدوه ب 2800 جنيه، حاجه طبعا قليله وبسيطه. يا رب يكون المعلومات والتليفون عجبكم، قولوا لنا راي حضراتكم ايه، ولو حد عرف يعطل عليه بره او يجيبه او يوريه لنا او يبعت لنا حتى تصوير ليه يبقى كتر خيره ويقول لنا رايه فيه ايه كمان. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، مش هنسى افكر حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتس، ونرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكوا كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره عن المعدات والاكسسوارز الموجوده، لو حاجه عجبتكم اشتروها دعما للقناه.
شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.